السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نتكلم لكم على العلاقة المتوترة ما بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، وغادي نشرح مجموعة من الحلول التي اقترحها الوزير سعيد أمزازي على مؤسسات التعليم الخصوصي تعرفوها معي. هذا الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، ابقوا معي. إذا في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة، عقد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الاثنين 1 يونيو 2020 اجتماعا مع رؤساء الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وأولياء التلاميذ في المغرب والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء أولياء التلاميذ. تم خلال هذا الاجتماع التداول بخصوص التوتر الذي تعرفه حاليا العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، حيث خلص النقاش إلى ما يلي: التعليم الخصوصي الشريك ومكمل للتعليم العمومي ويقدم خدمة عمومية والمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار. في ختام هذا الاجتماع تم التأكيد على عزم الوزارة على إشراك الهيئات الممثلة لجمعيات الأمهات والآباء في صياغة النصوص التطبيقية المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون لإطار خاصة في شقه المتعلق بأدوار هذه الجمعيات والقوانين المنظمة له. إذن بعد هذا الاجتماع باشرت مجموعة من الأكاديميات عملية الوساطة بين جمعيات أولياء وآباء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي. إذن أضع بين أيديكم بلاغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس مسا، وسأقوم بشرحه. قوم معي. إذن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس مسا تتوسط بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي لتجاوز الخلافات. إذن البلاغ هذا في إطار تدبير عمليات آخر السنة الدراسية وتحضير للدخول المدرسي المقبل، عقدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس مسا يومه الأربعاء 3 يونيو يعني اليوم اجتماعا في احترام تام لجميع القواعد الصحية والاحترازية برئاسة السيد مدير الأكاديمي وبحضور ممثلي جمعيات مؤسسات التعليم الخصوصي وممثلي أمهات وأولياء وآباء التلاميذ والتلميذات بالجهة لتدارس تداعيات الوضعية الوبائية وأثارها على تمدرس المتعلمين والمتعلمات. إذن وبعد نقاش مستفيض تم الوصول للخلاصات التالية: أولا، استمرار المؤسسات الخصوصية في تقديم خدماتها التربوية وإتمام جميع العمليات المرتبطة بآخر السنة الدراسية. ثانيا، عدم حرمان أي تلميذ من الاستفادة من متابعة الدروس المقدمة عن بعد لأي سبب كان، فمصلحة التلميذات والتلاميذ فوق كل اعتبار. في هذه النقطة هذه كنا شفنا مجموعة من الحالات، بعض المؤسسات مؤسسات التعليم الخصوصي أيدات مجموعة من التلاميذ من لي جروب ديال الواتساب، من لي جروب ديال الأساتذة اللي كيقدموا التعليم عن بعد بسبب بعدم أداء المستحقات. إذن في هذه النقطة أكدوا على أن مصلحة التلميذات والتلاميذ فوق كل اعتبار. ثالثا، عدم مطالبة أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بواجبات خدمات النقل المدرسي وواجبات الإطعام منذ توقف الدراسة الحضورية إلى نهاية السنة الدراسية الحالية. ثالثا، كيقولوا المؤسسات الخصوصية أنهم ما يطلبوش من أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الواجبات ديال النقل المدرسي وواجبات الإطعام. رابعا، تعامل المؤسسات الخصوصية بكل مرونة مع الأسر التي تأثرت بالوضعية الوبائية بفقدان دخلها كليا أو جزئيا. هذه النقطة كتأكد الأكاديمية على أن المؤسسات الخصوصية خصها تكون مرنة مع الأسر، يعني ما تفرضش على الأسر أداء الواجبات، اللي عنده مثلا يأدي اللي ما عندوش ما يأديش، نظرا لفقدان الدخل سواء كليا سواء جزئيا، إما بجدولة الدين أو الإعفاء الجزئي أو الكلي. إذن هنايا ثلاثة ديال الحلول: داك الأشهر اللي ما دفعوش الآباء يبقوا عليهم دين، ثاني أنه الإعفاء جزئي مثلا يخلصوا شهورا وشهورا ما يخلصوهمش، وثالثا الإعفاء الكلي يعني ما يخلصوش مرة، وذلك بعد تعبئة طلب خطي وتوجيهه إلى إدارة المؤسسة مع تبرير الوضعية. إذن في هذه الحالة هذه واجب على الأسر المتضررة من الوضعية الوبائية، يعني اللي خصهم يتم الإعفاء ديالهم جزئي أو للكلي، خصهم يتقدموا الإدارة ديال المؤسسات الخصوصية اللي كيقراو فيها أولادهم تعبئة واحد الطلب خطي فيه مجموعة من التبريرات حول علاش أنا ما قدرش نخلص، هاشنو هاشنو هاشنو، حيت توقف الدخل ديالي كليا ولا جزئيا. دونك خصك دير واحد الطلب خطي دير فيه مجموعة من التبريرات وتقدمه لهذه المؤسسة. الخلاصة الأخيرة: حل جميع القضايا الخلافية عن طريق التواصل والحوار بين المؤسسات الخصوصية وآباء وأمهات وأولياء الأمور مع مراعاة وضعية كل طرف. إذن أكدوا في هذه النقطة على ضرورة الحوار والتواصل ما بين المؤسسات والآباء باش ما يوقعش خلاف في المرة الجاية إن شاء الله.
إذا المتدخلون في هذا الاجتماع هو الكيان الفيدرالي الوطني لجمعيات الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات، ثانيا كاين اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، ثالثا كاين الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص، رابعا كاين ممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ المجلس الإداري للأكاديمية، خامسا كاين رابطة التعليم الخاص بالمغرب، وأخيرا وسادسا الجمعية المغربية للمؤسسات الخاصة للتعليم العام. إذن هادو هما المتدخلون في هذا الاجتماع. إذن هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. في الأخير شكرا لكم على المتابعة، كنتمنى تكونوا دائما بخير. قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري تشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.